فكم تفاحه بقي في الكيس؟ مين حلها؟ انا. انت؟ نعم. هات لشوف. 5 تفاحات. صح، وسكر الشباك. 10. بأي صف صرت؟ نجحت حالي على الخامس. معناها لما تنجح بالسادس رح تتركنا. لا، بعيد من أول وجديد. امشي امشي، بكرة بدي الجواز بدي امسك لك. امشي. شو حامل بهالكيس؟ حطب للمدرسة. ايه، ما تحبله على الحمار. وأنا شو بدي اشتغل؟ ليش، مين عم يشتغل عند مين؟ بتبيع الحمار؟ هذا مو للبيع. ابو لك عم بسألك. روح عنا يا. وفي نهاية فصل الصيف في أربعة سنابل القمح يانعة، تصبح سنابل القمح يانعة تحصد بالمنجل اليدوي، لا تفي في المنجل اليدوي أو بالحصادات الآلية، لا تفي سبع بعض وعجرية، لا تفي سنابل في الغيادي، لا تفي ثمانية 24 حيث تدرس بالمدراس، حيث تدرس بالمدراس ويقوم. جلوس. مديرنا المفدى حلمي أفندي يتحدث إليكم. تفضلوا سيدي. يا أبنائي. عاش أبناء المدير. عاش أبناء المدير. اليوم هو الأربعاء، وغدا الخميس، وبعد ضغوطات كثيرة مارستها على مديرية التربية، وافقت المديرية المذكورة على تسليمنا مقاعد جديدة. أنا أعرف جيدا أنكم تحبون المدرسة، تحبون العلم. عاش العلم. عاش العلم. ولكن بكل أسف سنضطر لتعطيل المدرسة غدا. لكي يتسنى لودود تسليم المقاعد القديمة واستلام الجديدة من مستودع المديرية في العاصمة. عاشت العاصمة. عاشت العاصمة. هناك فهمنا، طرشتني. عفوا سيدي. وإلى اللقاء يوم السبت القادم بإذن الله. قيام. جلوس. الله معك حلمي أفندي. لا تفي 9 ب 27 ويفصل القمح عن القش.